إياك أن تشتم الشيطان أو تستعيذ منه أمامهم، وإياك أن تبصق على الأرض بحضورهم. هي من بين خرافات وشائعات كثيرة انتشرت عن الأيزيديين، لكن من هم وماذا تعرف عنهم؟ عبدة الرب. بسبب معتقدات الأيزيديين غير المألوفة، غالباً ما ينعتون بعبدة الشيطان، فانعزلوا بمجتمعات صغيرة شمال غربي سوريا والعراق وجنوب غربي تركيا. أعداد معتنقي هذه الديانة لا تتجاوز 500,000 شخص، وهي ديانة غير تبشيرية، لا يعتنقها إلا من ولد بها. أساس التسمية عكس الشائع أنها تعود ليزيد بن معاوية، بل مشتقة من الكلمة الفارسية أيزيد، والتي تعني الملاك أو الإله، ما يعني أن الأيزيديين ببساطة هم عبدة الرب. الملك الطاووس. أكثر أضرحة الأيزيديين قدسية، تقع في لالش على بعد 430 كيلومتراً شمال غربي بغداد. تظهر صور الملك الطاووس في معابد الأيزيديين وأضرحتهم وقبورهم. يعرف إلههم الأعظم باسم إيزدان، هو خالق الكون، إلا أنه ليس حارساً. سبعة أرواح أخرى تنبثق عن هذا الإله، أعظمها الملك طاووس، المنفذ للمشيئة المقدسة. الملك طاووس عند الأيزيديين تجسيد للذات الإله ولا ينفصل عنه، ويصلي الأيزيديون إلى الملك طاووس 5 مرات يومياً، ولديهم له تسمية أخرى هي الشيطان، ما جعلهم معروفين خطأً بعبدة الشيطان. يعتقد الأيزيديون أن الأرواح تنتقل داخل أشكال جسدية متعاقبة. معتقد الأيزيدية لا يرتبط بالديانة الزردشتية، رغم اعتنائهم برمز الشمس، إلا أنهم يستقون بعض شعائرهم الدينية من المسيحية والإسلام. بعض المحرمات. بحسب مرجع علم الصدر، الأيزيديون لا يأكلون الخس. سبب التحريم أن أبرز دعاة الأيزيدية الشيخ عادي اعتبره نجساً لعدم وصول الشمس لداخله. ومن اللحوم، تحرم لحم الخنزير ولحم كل أنواع السمك ولحم الغزال، ويحرم على الأيزيديين الزواج بشهر نيسان، لأن الملائكة تتصل فيما بينها فيه. ولد الأيزيديين كتاب مقدس هو الجلوة، ويحرم قراءته على الخارجين على الملة. وأنت، هل لديك معلومات إضافية عن الديانة الأيزيدية؟